أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم من برنامجكم عزومة بيتي، سهرة جديدة وحلقة جديدة من حلقات منوعات الفن. ونرحب بضيوفنا أستاذ عبد الرازق. أهلا بيك أستاذ محمد. أستاذ محمد أهلا بحضرتك يا فندم. طبعا نسمع عن أستاذ عبد الرازق الشاعر المميز، فعايزين نعرف بقى يعني إيه مضمون الشعر مع الإخراج والسيناريست؟ والله الموضوع بسيط جدا، يعني أنا بالنسبة لي الشعر هو موهبتي الأساسية، ويتفرع منها بعد كده الكتابة، سجلت مثلا سيناريو أو قصة أو رواية، هو مضمون واحد أستاذ محمد، يعني ما تفرقش كتير، يعني مش غريب خالص إن الشاعر يألف قصة أو يكتب رواية، كله في سياق الموهبة. أما لو اتكلمنا عن موضوع الإخراج، أنا حبيت الفن بشكل كلي، فدرست الإخراج عملي ودرست نظري كمان، وابتديت إن أنا أشتغل في موضوع الإخراج. طبعا الإخراج مسرحي يعني. ولا انا اشتغلت ميديا الحمد لله رب العالمين، واشتغلت مسرح، وفي الوقت الحالي بحضر في مسرحيه ان شاء الله في اسكندريه مع فنانين من اسكندريه شباب وجو جديده، ومعايا فنانين كبار برضو، استاذ مجدي عبد الحليم، فتح سعد، استاذ محمد عيد، ومعايا من الجو الشباب نجوم كبار، نجوم حلوين ما شاء الله يعني، والناس بتحبهم، ومعايا من الفنانين اسكندريه الجو الشاب محمود بسام، معايا كتير جدا، معايا الفنان تيسير، ومعايا خالد احمد، كتير عشان ما انساش حد، بس ان شاء الله عندنا مجموعه. طب بالنسبه للشعر بقى، الشعر هو الاول والاخير، يعني انا ابتديت كشاعر وما زلت شاعر، فبالنسبه لي هو المرحله اللي هي دائمه معايا، الفاصل الزمني ما بين اي مجال انا بخوضه. طب بالنسبه للشعر بقى، عايزين نعرف سياده المشاهدين بقى حاجه عن الشعر. تحت امرك. طبعا احنا داخلين على عيد ام قريب ان شاء الله باذن الله، كل امهات مصر بخير يعني، يا رب. فعايزين لو معاك يعني نسمع حاجه منك عن الام يعني. والله طبعا انا بعد التحيه طبعا لكل ست مصريه وست عربيه، وهم هو مش عيد ام، هو هي الحياه كلها ليهم لانهم مجرى الحياه، وانا يعني جيت في حته انا الالم هنا يعجز فعلا ان انا اوصفها، ولكن هذا لأمي والدتي، الدنيا كلها بحالة بالنسبة لي، ولكل أم عربية يا رب. فبقول حاجة كده بالفصحى، في حبي لأمي تكتمل رجولتي، هي في قلبي ودمي، وهي سر سعادتي، كلما نظرت إليها كأني طفل صغير، تسبقني نحوها فرحتي، هي أجمل النساء في عيني، وهي داري وأوطاني ومدينتي، هي شمس يومي وضي الأسحار، تشرق الدنيا بابتسامتها، بجوارها تهون كل أحزاني، عرفت الحب من لهفتها، وكأنما صغيرها بطل الأبطال. حاجة بسيطة كده طبعا. الله عليك. الله عليك. وطبعا السيد طبعا منورة طبعا بأستاذ عبد الرحمن أبنود الله يرحمه، والأستاذ هشام الضخم طبعا. فطبعا يعني نرحب بالسيد كلها يعني. ربنا يخليك يا رب. مصر ولا الاستاذ محمد العامل ايه واخبارك؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. عايزين نعرف بقى ايه نظام، يعني ايه نظام الانتاج في شغل الانتاج عامه يعني. هل حضرتك بقى شغلك كشغل انتاج فني في المسرح في اي منوعات؟ اول حاجه انا برحب بالساده المشاهدين، وبرحب بحضرتك، وبشكرك جدا على الاستضافه الجميله دي. بالنسبة حضرتك للإنتاج، الإنتاج له كذا نوع وكذا فرع. الإنتاج الفني طبعا بصفة عامة، في بقى سينمائي وفي مسرحي وفي فني اللي هو بقى الغنائي والحاجات اللي زي كده. طبعا احنا ان شاء الله يعني الإنتاج الفني بالنسبة لنا هو اللي هو الإنتاج بتاع الاغاني والحاجات دي اللي هي بقى الكلاسيكيات، اللي هي الكلاسيكيات بتاعت زمان. يعني احنا بنحاول انه يكون في
يكون في أصوات جديدة راقية بنكتشفها عن طريق الشركة بتاعتنا، شركة سانرايز ديجيتال. وفي نفس الوقت يعني بنقدم لهم الخدمات اللي هي الإنتاجية بقى، اللي هي بتشمل بقى التسجيلات والمونتاج والمكساج والحاجات دي كلها. فبصفة عامة يعني الغنى هو يعتبر غذاء للروح، وفي معاني كتيرة بالذات اللي هي الترابيات الجميلة بتاعت زمان. تمام. وفي طبعا الشركة عندكم كده عملت أعمال حلوة. والله حضرتك احنا لسه في البداية، بس بنقول إن شاء الله بإذن الله في عندنا عمل احنا شغالين عليه دلوقتي، هو لسه باقي في الألبوم أغنية، هي اتسجلت 3 أغاني ولسه باقي في أغنية طبعا للأستاذة الفنانة فيفيان. وطبعا الألبوم بيتنوع ما بين المصري وما بين أغنية كمان خليجي فيها بقى إيه يعني، هي من النبرات الأصوات النادرة والراقية اللي موجودة دلوقتي. وطبعا يعني أنا بفتخر طبعا جدا إنه شركتنا هي اللي اكتشفت الموهبة دي، وإنه إن شاء الله بإذن الله تبقى مطربة وتكسر الدنيا وتبقى من نجاح لنجاح بإذن الله. تمام، ربنا يكرمك إن شاء الله ويكون من نجاح لنجاح بإذن الله. آمين يا رب. صعب رزق حبيبي يا أستاذ محمد. طب احكي لنا بقى عن إيه؟ عن الإخراج بتاعك. الإخراج بص يا سيدي، الاخراج بتكلم على بشكل عام. بشكل عام بالنسبه لاخراج اذا انت حضرتك طبعا اخراج مسرحي. مسرح طبعا لو وميديا. وميديا. فعايزين نعرف يعني نعرف الجمهور يعني ايه اخراج مسرحي، لان طبعا المشاهدين كلها بيتشوقوا لحاجه اسمها المسرح. هو اصعب حاجه يعني الفاصل ما بين نوع الاخراج اذا كان ميديا ولا تلفزيون ولا مسرح ولا سينما، هو لكل مقام مقال. فكل حاجة وليها الشكل بتاعها وليها الأساسات بتاعتها. فالميديا بتختلف عن المسرح وعن التلفزيون. فالمسرح أصعب حاجة، لأن هنا بتبقى حاجة مباشرة منك للناس، فبيحتاج مني تدريب مع الكاست الأساتذة، وبيحتاج مني تركيز في كل كبيرة وصغيرة، سواء كان في الدكور على حسب الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، الموسيقى، الموسيقى اللي هي بتتماشى مع الأحداث، الموضوع اللي احنا بنتكلمه أو بنتناوله. الفنانين معايا يكونوا متدربين كويس، متدربين على الأداء، على الحركة، الرياكشنات، الموضوع اللي هم بيتكلموا فيه يكون كمان فيه روح من نقدر نقول روح من التعاون، وروح من يعني يكونوا كلهم إيد واحدة، كلهم يعني أجواء واحدة، فاهمين الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. فأنا بركز جدا في المسرح، وده بالنسبة لي أصعب مرحلة. المسرح مسؤولية وصعب جدا إن أنت تقدر تطلع الحاجة كما ينبغي، لأن أهم حاجة عندنا الناس، إن احنا نقدر نقدم لهم حاجة كويسة، حاجة ينبسطوا ليها، حاجة هم يكونوا شايفين حاجة كويسة. احنا بالنسبة لنا والله بنتعب علشان نقدم الحاجة كويسة للناس، سواء أنا ككاتب أو سيناريست أو حتى الممثلين اللي هم شغالين معايا، بالذات الوجوه الجديدة الصاعدة. مظبوط. فبتتعب جدا، فبنتعب في أوبروفات بشكل أسبوعي، وبنتدرب مرة واثنين وثلاثة، جميع الأعمار بيشتغلوا معايا في مجال المسرح. فالمسرح انا من رايي ان هو اصعب مرحله او اصعب بند في بنود الاخراج. ولكن لو اتكلمنا على التلفزيون، هو برضك مفيش حاجه سهله، ولكن يعني مش اصعب من المسرح. اساتذتنا الكبار جدا، استاذ محمد صبحي، يعني الفخراني، اساتذه كبار. ولا ده جيل فن عظيم، علامة كبيرة جدا. علامة كبيرة. احنا دايما بنشوفهم بنتعلم منهم التقنية، بنتعلم منهم حاجات كتيرة. فاحنا بنمشي على خطة ما سبقونا، يا يوسف وهبي، احنا بنتعلم منهم. طبعا ما صرناش الاجيال ديت كلها، ولكن في ارشيف احنا شايفينه وبنتعلم منه، ماشيين على خطاه. فانا بحب المسرح جدا، بعشق المسرح. واللي خلاني حبيت المسرح جدا الاستاذ محمد صبحي، خلال المسرحيات اللي احنا كنا بنشاهدها ولا زلنا، الجوكر، حاجات كتيره جدا، الهمجي، تخاريف، ده استاذ عظيم.
استاذ عظيم درس محمد صبحي من الناس المحترمه جدا ومن الفنانين يعني المعروفين يعني. فموضوع كبير يتفرج على المسرح هي دنيا. المشاهد بيكون يعني في حدوته معموله متقسمه متظبطه من كله بيشارك فيها من اصغر واحد شغال في المسرح بيتعب. مش بس المخرج والسيناريست والممثلين، لا من اصغر واحد بيتعب اللي هو يطلع الحاجه كويسه. فمسرح اعزائي المشاهدين انتظرونا ما هتمشوش، رجعنا لكم تاني مع ضيف جديد. أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم تاني من برنامج عزومة بيتي حلقة المنوعات الفنية، وبعد ما سمعنا من المنتج العظيم بتاعنا محمد السمري عن المطربة فيفيان عايزين نعرف بقى ازاي الأستاذ محمد اكتشف الموهبة الجميلة دي. الأستاذ محمد، أولا أنا كنت محظوظة جدا جدا وبعتبر نفسي من يعني من حظي في الحياة إني قابلته واني اتعاقدت مع شركته. فبعت يعني سمعني في حفله وحب الصوت صراحه، يعني امن بالموهبه، ورحت له الشركه وحصل يعني قبول الحمد لله ومدينا العقد وشغالين في البومي الاول. و طبعا ده من حظي الحلو الحمد لله. طب احنا لما انت بدات مشوار الفن بداتي مثلا من امتى او مين شجعك عليه بالظبط؟ لا بدات الفن بغني من وانا بيبي، يعني وانا طفله بس كنت بغني في البيت. فكنت يعني عندي الغنى ده كان عندي بس زي حاجه روتينيه يوميا، لازم اغني مخنوقه بغني بلعب حتى وانا بيبي وانا صغيره. فالحياه شويه ما كانتش مساعداني ان انا ادخل مجال الفن، وبعدين الحمد لله اخذت القرار اخيرا نويت بقى يعني ادخل لكم كده ان شاء الله يكون في قبول من الناس ان شاء الله ويبقى في. طب عايزين نشوف حاجه كده من الحاجات الحلوه، حاجه المطربين اغني ممكن. مثلا لو هنقول مثلا حاجه، انا بحب فيروز جدا جدا جدا، طبعا الله يديها الصحه يا رب تحية لكل شعب لبنان. فهنغني حاجة لفيروز. تمام. أنا لحبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة، لا بقى تسألي، لا يعتب حدا ولا يزعل حدا، انا لحبيبي وحبيبي الي، ندهني حبيبي قال لي الشتا راح، رجعت اليمامة زهر التفاح، وانا على باب الندي والصباح، وبعيونك ربيعي نور وحلي، انا لحبيبي وحبيبي الي، يا عصفورة بيضة لا بقى تسألي، لا يعتب حدا ولا يزعل حدا، انا لحبيبي وحبيبي الي. الله الله عليك. الله طبعا استاذ محمد السمري بيقول لنا طبعا بتعملي حاجه جديده ان شاء الله بالتوفيق باذن الله. فطبعا في حاجات، طب انت بتعرفي تغني خليجي؟ وبتغني طبعا العاميه المصريه؟ بغني لبناني وعراقي وكتير يعني مش هغني لك كله النهارده. عايزين نسمع حاجه خليجي بقى. نسمع الساده المشاهدين حاجه خليجي. طيب
انا طبعا تحيه لاهل الخليج برضو عشان بحبهم. انا هغني مثلا الاماكن دي الاغنيه اللي حببتني في الغنى ان انا ادخل اغني خليجي، فهي كانت الاماكن، فانا هغني الاماكن. الأماكن كلها مشتاقة لك، والعيون اللي انرسم فيها خيالك، والحنين اللي سرب روحي وجالك. ما هو بس أنا حبيبي، الأماكن كلها مشتاقة لك، كل شي حولي ذكرني بشي، حتى صوتي وضحكتي لك فيها شي. لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب، شوف حالي من تطري علي. الأماكن 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 كلها مشتاقة لك، مشتاقة. الله عليك، الله عليك. طب احنا بقى استاذ عبد الرازق، لو دخلنا الشعر مع الأغنية. والله احنا كان لنا تجربة كده مع الأستاذة نوفا فيفيان، حاجة عملناها في اسمها عطشان يا صبايا. وطبعا أول ما حضرتك تسمع عطشان يا صبايا تقول دي كلمة فلكلورية، هي بالفعل فلكلورية، ولكن احنا حدينا عليها الجديد. ودي شغلتنا ان احنا دايما نجيب مثلا لو في حاجة قديمة مفيش مشكلة خالص ان احنا نضيف عليها حاجة جديدة. فالكلمة نفسها عطشان يا صبايا دلونا على السبيل تستوحيك لمعنى قوي جدا وفي مغزى، يعني الكلمة مصرية 100% وروح مصرية قديمة أوي. ففي الحقيقة أنا جات لي فكرة إن أنا أقول عطشان يا صبايا دلونا على السبيل، وأكمل بكلمات أكون أنا يعني حاططها على نفس الوزن والقافية. كلمت الأستاذة فيفيان قلت لها طب إيه رأيك، طب إحنا ما نعمل ديو ونحاول نعمل حاجة جديدة، هندخل الغنى والشعر دون ميوزك. فهي قالت لي خلاص مش مفيش مشكلة. نغمة عطشان يا صبايا، طبعا استاذة فيفيان النغمة يعني حاجة مش احنا اللي حطينا الموسيقى، الريتم الموسيقي هي معروفة. فالاستاذة فيفيان عجبتها الفكرة وسجلناها بالفعل استاذ مصطفى سليمان في العرب، واشتغلنا عليها وعملناها ايديو ونزلت. فعايزين نشتغل استاذة فيفيان ممكن ولا نقولها؟ نقولها تمام مفيش مشكلة. اتفضلي. ومعانا اتصال. عاوز محمد اتفضل. عاوز محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عاوز محمد وطي التلفزيون شويه. عاوز محمد لا. طب حاول تتصل بينا تاني يا عز محمد. عايزين بقى ايه نسمع حاجه ثانيه هي عطشان يا صبايا. كلمنا كواليس فيها كمان يعني اتفضلي. كانت من احلى حاجات والله. عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل. ده الحزن زاد جوايا والهم صار تجيل، انا اكتب فيكي كتير اغاني مش قادر اقول انك بجد وحشاني،
لنا نسيكي ولا قلب قادر ينساني، ده اللي اتحكى علينا قصص ومواويل. عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، وساعات وساعات احن لليالي زمان، والذكريات حواديت وكان يا مكان. رجعت من تاني من قالك انك من البدايه بعدتي، وادي صورتك في عيني اكبر دليل. عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، لملمت من احزاني ومن ايام كانت عذاب، ويا عيوني ازاي ترتاحي في فرقة الاحباب، ما بقاش فاضل من الحقيقه غير حبه سراب، والليل النبادي ما هوش عادي ده ليل طويل. عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، لا ينفع دلوقتي سكوت ولا قول، فضحتنا عيوننا وكشفت المستور، كأن لوجانا كان بيت مهجور وفضلنا بعاد عنه وقت طويل. عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، ويا بحر مال أمواجك تملي كده سايرة، أنا جيت لصون ودادك وغدرت بيا في ثانية، مش كنت زمان تجمعنا وحلفت ما هتودعنا، ما بقيتش للحياة لون ولا حتى معنى، حتى الألام ما بقيتش ليها أي تأثير. عطشان يا صبايا دلوني على السبيل. يعني اختمها لكم ولا خلاص كده؟ اختمي يا باشا. عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل. الله دي كانت الفكره. طبعا طبعا في حاجه في الالبوم جديده البومي بقى. انا طبعا انا لازم انا اقول لنفسي عشان كلنا عشان عايزين نسمعها. قبل ما نسمعها لازم نتكلم عنها الاول. طبعا دي 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 الاغنيه، دي اول اغنيه انا اخترناها. طبعا طبعا انتاج باسم محمد، كل حاجة منتج عظيم جدا، ربنا يكرمك يا رب. أستاذ محمد طبعا، وهو كمان مختار معايا الكلمات، كلمات الأستاذ حسن بشاري، حسن البشاري، البشاري. أستاذ حسن من والحان مودي منير. تمام، طب نسمع عشان المشاهدين يعني عايزين يستمعوا دلوقتي. أنا لازم أفوق لنفسي، وفي كل حاجة كان عكسي، هعيد حساباتي في
عليكي وبحييكي فعلا بجد والله، وبحيي الاستاذ محمد على المواهب الجميله ديت. ربنا يخليك يا رب. طبعا انا بوجه شكر جميل جدا للاستاذ محمد سامي الموزع، هو اللي خدمني جدا في توزيع الاغنيه دي وطلعت بالشكل الجميل ده طبعا. وبقدم برضو شكري للاستاذ الكبير اللي سجلنا الاغنيه عنده، الاستاذ سيد الشاعر طبعا. ده انا بعتبره اخويا الكبير ومدرسه حقيقي، الراجل ده مدرسه. ملحن جميل. طب عايزين نعرف بقى ايه الرساله اللي انت بتقدمها من خلال شركتك؟ هي رساله فنيه زي حضراتكم ما شفتوا الكلاسيكيات دي او الريتم ده من الاغاني، بيعمل يعني بيأثر في البني ادم. يعني الموسيقى بصفه عامه بتعمل روح للانسان. فطبعا الاغنيه دي من ضمن الالبوم اللي موجود، يعني اللي ان شاء الله باذن الله هينزل. زي ما انتم شايفين ازاي اللون بتاع الالحان، الاستاذ مودي منير استاذ جميل جدا هو اللي يعني لحنها لي وظبط الكلام مع اللحن وكذا. اوزع الكلام مع اللحن؟ لا، التوزيع حاجه تانية. يعني التوزيع ده هو عباره بقى عن اللايفات والماستر والحاجات دي كلها. لا، اللايفات والحاجات دي كانت في حاجه تانية، بس انا بتكلم حضرتك عن اللحن نفسه اللي هو بقى لحن الاغنيه. فطبعا استاذ كبير زي الاستاذ مودي منير انسان بجد عنده موهبه، عنده سنس واحساس جامد جدا بالفن. يعني انا بسميها الفن العاطفي، انا ده بسميه الفن العاطفي اللي هو الفن اللي بيخاطب الوجدان. انت دلوقتي بتخاطب مثلا انسان عنده مشكله مع حبيبه وانفصل، او يعني مشكله ما وحصل انفصال، ففي بقى ملامه وفي عتاب وفي حاجات كده. فطبعا كان لازم لها لحن قوي، يعني الكلمات كان من كلمات الاستاذ حسن البشاري وهو شاعر عظيم جدا، فكان لازم لها يكون لحن قوي بحيث انه يسند بقى الكلام ده، لانه ده كلام كويس. والكلام الكويس لما ينزل عليه لحن كمان كويس، لا بيخدمه جدا. نيجي بقى المرحله الثالثه اللي هي مرحله التوزيع بقى والالات المستخدمه في العمل، هي بقى بعد كده اللي بتحدد الجوده النهائيه بقى، زي ما احنا بنقول عليها الفينيشنج بتاع الاغنيه. وهو بقى يعني المصطلح الفني بتاعه اللي هو اسمه الماستر. فالاغنيه بعد الماستر لما انا سمعتها انا نفسي ما صدقتش ان انا عملت ده، يعني حقيقي بجد انا ما صدقتش ان انا عملت ده، ان ده طلع. انا كنت طبعا يعني بسمع الحاجه، بس بعد ما خلصت لقيتها حاجه اميزنج، حاجه جامده جدا هايله. فطبعا دي اغنيه من ضمن الاغاني. في عندنا طبعا اغنيه تانية خليجيه الحان الاستاذ سيد الشاعر وتوزيع برضو الاستاذ محمد سامي. وفي عندنا اللي هي الاغنيه الثالثه بقينا لبعضنا، دي كلمات الاستاذ حسن البشاري والحان الاستاذ سيد الشاعر وتوزيع برضو الاستاذ محمد سامي. بالنسبه للاغنيه الخليجيه هي كلمات شاعر صدى المشاعر، وده انا اسم فني كده، كود فني كده انا حاطه، وهي تعتبر كلمات المدام يعني في الواقع كلمات المدام. بس بقى يعني خلصناها ورتبناها وبرضو دخلناها في الماستر وبعد كده طلعت تحفه. انا بقى هخليها مفاجاه بعد كده ان شاء الله للساده المشاهدين لما باذن الله تنزل على الفضائيات ان شاء الله. ومعانا اتصال محمود من اسكندريه، اتفضل. ايوه محمود، صباح الخير. صباح الفل عليك. مساء الفل عليك. في البداية طبعا ببعت تحية من كل شعب اسكندرية طبعا لقناة الصحة والجمال بكل القائمين عليها والحضرة طبعا اسم محمد. موضوع جميل جدا جدا، هو موضوع من النوعات الفنية فعلا. احنا قد ايه مشتاقين ان احنا حقيقي نستعيد تاني قدرتنا كشعب مصري في استرداد القيم الفنية الأصيلة اللي احنا تربينا عليها. فده لفتة جميلة جدا من الحضرة طبعا، ودي تحية خاصة جدا مني أنا كفنان أو كمطرب سكندري، يعني بشكرك جدا على اللفتة دي. الله يخليك عز محمود وكلك مزود إن شاء الله. الله يخليك. ثانيا طبعا بحب أرحب بكل ضيوفك الكرام
الشاعر عبد الرازق. طبعا هو سفير اسكندريه النهارده في البرنامج وفي القناه الصحه والجمال يعني. ربنا يخليك يا رب، تسلم. وطبعا الاستاذ المنتج محمد طبعا كل التحيه والتقدير ليه، هو فعلا قدر ان هو يعني يعمل المعادله الصعبه اللي هي يمكن دلوقتي كله بيخاف يقرب ناحيه اكتشاف مواهب او مش عارف يعني كله بيتجه اتجاهات للاسف دلوقتي يقول لك الناس هي اللي عايزه تسمع ده. لا احنا مش عايزين نسمع كده، احنا بنحارب ده، احنا عايزين نقدم حاجه كويسه، عايزين نقدم فن راقي فعلا يعلم شبابنا يعني ايه القيم بتاعتنا والاصاله بتاعتنا واختيارنا للكلمه واختيارنا للحن والتوزيع. وطبعا بحييه جدا لاختيار الصوت طبعا المطربه فيفيان طبعا. كل التحيه والتقدير ليها، يا رب ان شاء الله يكون البوم موفق وباذن الله تنالي كل ما تتمنيه ان شاء الله يا رب باذن الله. فانا حبيت طبعا اعمل المداخله ديت من اسكندريه، لان انا طبعا متابع القناه ومتابع برنامج حضرتك طبعا استاذ محمد، وكان يهمني جدا فعلا ان انا اتوفق يعني واقدر ان انا اوصل لكم قبل نهايه الحلقه. طب حاول تتصل بنا تاني يا استاذ محمود، وبنشكركم على ضيافتكم. الله يخليك، انا بشكرك جدا جدا جدا، بشكر الساده المشاهدين. الله يخليك استاذ محمد، بشكر الفنانه. وطبعا نسيبكم مع الاغنيه بتاع الفنانه فيفيان، ونشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. مع عايزين نسمع، هتشغلوها ميوزك، نسمع اي اغنيه. يا خليجي